ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم كيوت ما تستاهل هالبلاير، فعلا الحب اعمى، ولا شلون شافت كل هالعيوب فيه ومكمله معه؟ اصلا كل الرجال كذا يحبون يسيطرون على المراه، وهي مسكينه سمع وطاعه، ولما ما بغى ينسحب من العلاقه انسحب، وشعر البنت ما تهمه. وشو؟ ليش طفيتي؟ انا الحين بعذر يوم اتاثر بالمسلسل، تاريخي كله طلاق وتجارب عاطفيه فاشله، لكن انت وش عندك يا البزر؟ تاثرت بالمشهد زيك. لا يا حبيبتي ما تأثرتي إلا ورات بلا. عمتي المشهد هذا لو شوفه عامر اللي ما يحس تأثر، وشان أنا؟ والله ما يندرى عنت. ددير بد ددير بد در بد. بسم الله يمه. بلتنا طالبين مليون. سلامات، صوتكم طالع البرة، وش عندكم؟ أبد كله شوف فيلم وتأثرنا. أما عاد تأثرون بفيلم، مهابيل أنتم. إيش عرفك أنت؟ البيت وبذف عن وجهك. طبعا وراي صارخ علي كذا، والله انها ما تستاهل. ترى هذا الصح، لان الحريم ما يبيلهم الا الشكم. شو هذا الصح؟ تلقاها الحين كرهته وكانت انسحبت زواجه. هذا كره شكلي بس، لان اغلب الحريم يبيلهم رجال حمش، رجال شديد يوريهم العين الحمراء. واكبر دليل عندك، شوف ذولي صار لهم متزوجين 30 سنه ولا طلقها ولا شيء، بس لو ارتخيت ودلعتها صدقني بتلقب وبتخلعك من ثاني سنة، مش ثاني سنة، من أول سنة، وبتطردك وتسحب عليك. تقولوا صاد؟ صفى عليك، لا تروح بعيد، شف عندك أبوي وأبوك وكل الجيل القديم زواجاتهم تستمر لين يشيبون، وحتى كلمة أحبك ما يعرفونها. هذه يبيلها خبرة، وش عرفك أنت؟ شف، أبعطيك حصة وشلون تاكل البسكوت بالشاهي. أول شيء تدخلها، 1 2 3 تقلبها، دخلها بالفم. سهلة يا أخي، صعبة كل ما أحطها تذوب. إيه يبيلك وقت، شوي تتعلم. ها كذا، شوف 1 2 3 قلبها. واحد 2 3 كذا ممتاز. امشي، قلب بنت تصير فرف. بسم الله على بنتي، هذا كله من القهوة السوداء اللي تشربها ليل ونهار. يا بنت الحلال هي قهوة؟ أقول قلب بنتك وعقلها موب معها، شكل واحد معلقها ولعب عليها، أمس تصيح من فيلم رومانسي واليوم تضحك وتبوسم ما أدري من تسولف معه. وشو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي ما حسبنا حسابه. اسمعي، لا تسوين فيها شيء وتتهورين، أبي تراقبينها من بعيد لبعيد، ثم لا مسكتي عليها شيء، أبي ترنينها رن، ما عندنا بنات يغازلون، هذا اللي ناقص بعد. شوفي تضحك. لا وش في ستسمين؟ شايف تنجني؟ لا بس خوفتيني، بشويش افتح الباب. لا خوفتك ولا شيء، انت اللي متوترة، ما ادري وش عندك. مو بمتوترة ولا شيء، بس الناس تطقون الباب قبل لا يدخلون. والله ما بقلل بزارين يعلمونا شلون نفتح الباب. اقول
قومي خلي عنس الجوال نحط العشاء لأم تبوت. ملزقت نوجس بذا الجوال 24 ساعة. هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي، أسولف مع عمتي، أجيب لهم شاهي، أجيب لهم قهوة، ما أدري إيش عندس. لازقت أنا بذا الغرفة ما تبين تطلعين. أمشي قدامي أمشي. إن شاء الله. نوف؟ اوف 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 اوف، من مسوي الكبسة؟ انا اليوم اللي مزينة الكبسة. كفو يا عمة. ايش رايك بكبستي يا خيي؟ ممتازة ولذيذة. الا وانا معامر. معامر معامر سم وينس؟ انا قلت ماني باكل لما تجي. ما شاء الله، بعد ما اكلت ثلاث لقمات الغالي الحين قاعد اذوقه. شوفوا زين ولا لا؟ اخي لا تخرب الرومانسية، تحب تخرب انت. ما يصير عامر اذا ما خربها. تعشوا انتم، جعله بالعافيه. انا مالي نفس بطلع برا اشم هوا. كان لزمت عليها يبا. مو بشغلك. يعني احساسي كان في محله. خبرتي ما تروح عبث. المشكلة إنها بنتي، أعرفها وأعرف شلون مربيتها. ليتني ما شفت هالرسالة. يا حبيبتي، الأهالي يربون والجوالات تخرب، بس أنا بعرف شلون أحل المشكلة. هلا، على وين إن شاء الله؟ شلون على وين؟ رايحة الجامعة. عمتك تقصد، متى محاضراتك؟ إيه، من 11 إلى 3. ليه في شيء؟ لأنه أنا محتاج السواق عندي. لا خلاص أنا بوصلها اليوم، شو رأيك؟ جوي، أجل قهوتك على حسابي. زين بروح أجيب عباتي. يلا. كيف حالك؟ يا زين صوت راشد على هالصبح، روقان. إي والله يا زين راشد. من راشد؟ راشد المالك. ايه احسب راشد ثاني، راشد الفارس مثلا. يعني يغني الحين راشد مالك، ايش جطر راشد الفارس؟ اقول ترى راسي يعورني، وانتي وعدتني تجيبين لي كوفي، وين الكوفي حقي؟ شري ما طلبت شيء، وين تبين؟ شوفي شوفي هم هذا كيان، وقفي عند كيان، اليوم قهوتي من كيان، ابي اروق. اي والله على حسابي اجل، يلا. ودي اتنكس على صوت راشد، الله جوي. هلا هلا هلا. اسمعي ذا السالفة، مرت من المرات زمان ذا الكلام، يوم كنت أدرس بالجامعة، واحدة من زميلاتي أطلعت من الجامعة من غير ما يدرون أهلها، المهم يصير لها حادث بالطريق، ودار أخوها عاد أخوها واحدة نقشر، جت ثاني يوم من الجامعة اسحبت ملفها وما عاد شفنا وجهها. طيب، وش تبين الحين من ذا السالفة؟ أسولف يعني ما أسولف أنا؟ إلا صوبي، بالصوبي سوالف تفتح النفس، يعني تونا مروقين ونسمع راشد. إيه ما يخالف، خلنا سولف احكي لي اسمها تجارب الحياة اللي تصير، حنا في الطريق ورايحين بالجامعة وسولف. نيم فلايت وايت. هلا بوي، جاء في وقته والله. يصلح ما في ستيه. العافية عليكم. الله يعافيك. يلا يلا حركي حركي. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور. هذا بيت الأستاذ نوف؟ إيه نعم أختي، ليش؟ معك راشد من تطبيق توصيل، عندي طلبية باسم الأستاذ نوف. تمام، شكرا. مية
مين اللي عند الباب؟ الطلبية النوف. زين، ما عرفتي وش اللي في الكرتون ومن اللي يرسله؟ يقول هذه طلبية النوف، وهي كلها متعودة تطلب من هالمواقع اكسسوارات على أشياء للجوال على مكياج. شلون ما تعرفين؟ أنتي أم لازم تعرفين وش اللي يدخل البيت وش اللي يطلع منه. الدنيا يا حبيبتي ما فاضة. سايكو ما شاء الله يهبل، من وين لك؟ طلبته. شو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس شفته في الموقع عجبني وطلبته. أنت يا الحين مكافأتك بالجامعة 800 ريال، من وين لت؟ عمتي تركت الصور بسيط مو بالماس، لازم تثنين عليه فرحتي. شوفه يزعلت قلعت. ما عليك منها، خليها علي. شوف يا عامر، أنا غلط أني ما تزوجت يوم أني صغيرة، بداية عمري وزهرة شبابي، لين ما شطفني القطار شطف وبغى يفوتني. فالأخير صرت أقدم تنازلات وتزوجت واحد أي كلام. تزوجت الأول وتطلقت، وتزوجت الثاني وتطلقت، وتزوجت الثالث وتطلقت. ما شاء الله هاتريك. علشان كذا أبي نوف ما يصير فيها اللي صار فيني، أبي نزوجها من بدري. تكفى يا عامر. طب وش تبيني أسوي؟ أنزل إعلان بتويتر وقت مطلوب زوج؟ لا يا الخبل، المثل يقول اخطب البنت قبل لا تخطب ولدك. أنا فكرت وفكرت وفكرت، قلت نوف ما يصلح لها إلا صالح. صالح ولد عمي. النوف أختي أنا. ليش لا؟ الاثنين ذولي ما يجتمعون حتى بأحلام العصرية. شلون طرت على بالس؟ هي عادي وش فيها؟ خلنا نزوجهم، على الأقل هو نعرفه ونعرف أهله ونعرف وش يشتغل ونعرف أخلاقه. نزوجه واحد نعرفه أحسن مني ما نعرفه، وقريبنا بعد. ليش لا؟ نوف نوف أخيك ما غيره. وليش لا؟ وشولة تتزوج واحدة من بعيد يمدحونها لك أهلك، ولما جت عندك بالبيت طلع الخافي. تزوج على المضمون يا ابو صلوح. ايه بس انا ما بعد كموت نفسي، والزواج يبي له دراه يا ابن الحلال. حنا شايلين رجال، وش فيك؟ انا اخر من يدري، وعلى اساس قررتوا بدالي؟ حنا ما قررنا بدالك يا بنتي، حنا نقول ان صالح يبي يخطبك، وهو كلم عامر بالموضوع. يا الخبله، ما انت بلاقيت ان واحد نزيه من صالح ولد اخوي؟ ما شاء الله عليه مرجله ووسامه وكريم، الا اذا عاد في شيء ثاني في بالك. اي في شيء ثاني في بالي. من هو اللي في بالك؟ في بالي اكمل دراستي بعدين افكر بالزواج. اي خلاص خلاص، حنا نشرط على صالح انه يخليكي تكملين دراسه. اي نشرط عليه، ما فيها شيء، كل البنات يدرسون ويتزوجون. عندك شروط يا ولدي يا صالح؟ ايه طول شعاره يا عم. ابد بسيطه، خل هذه علي. ايه بس اختي عندها شرطين، الشرط الاول تبي تكمل دراستها، والشرط الثاني تبي شهر العسل بالنرويج. وشو له النرويج وخساير؟ تبي تقص ظهر ولد اخوي، خالهم ياخذون لهم اسبوع في يبها ويرجعون، واهم شيء التوافيق. عز الله ان تصادق يا خيك، هذا الحكي اللي هي اعتمد عليه. وانا من عندي ابى اخلي العرس بالبيت، وشو له التكاليف؟ والله يوفقنا وياه وتوفيق مبارك. بيض الله وجهك يا اخوي. ايه هذا الكلام السنع. عامر دق على الملك وخله يجي اليوم. الله يوفقك يا ولد اخوي. مبروك ولدي مبروك. الله يبارك بعمرك يا عم. الله يتمم عليك على خير يا ولدي. اللهم يجزاك خير يا بيي. مبروك 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 جميعا. الف مبروك، عقبالكم ان شاء الله. الله يهنيكم ويسعدكم. ومباركين عرس الاثنين ليلة ربيع، يلا اجمع بين قلبينا ونعمة. شلون ما تعرفين تطبخين؟ هم تعلمت الطبخ؟ أعرف أشياء بسيطة بس ما توصل كبسة حاشي. يعني أنا أعرف أطبخ وانتي لا؟
حلو، دامك تعرف كمل طبخات كجل. لا لا، طباخ عندك انا الا طباخ. مو بقصدي كذا، قصدي يا كمل طبخاتك ولا نطلب من مطعم. الحين هذا جزاي اطبخ لك وانفخ لك، وهذا طبعت معي قوه نطلب من مطعم حتى طبختي ما نبي نكمله. روح المطعم اجل. يلا مشينا. كم مره قلت العبايه هذه لا اشوفها عليك؟ قلت ولا لا؟ الا بس انا اشوف عبايه الساتره ما فيها شيء. وقلتك اني اغار عليك ولا بكل من هب ودب يشوف وجهك والبسي نقاب، قلت ولا لا؟ ما تعودت البس نقاب، بعدين انا كذا اطلع ببيت اهالي عادي. هذاك ببيت ابوت، انت الحين ببيتي تلبسين عبات ونقاب مثل امي وامك وغصب عليك. انه ما اتفقنا على كذا قبل الزواج، بعدين هذه مساحتي الشخصيه. يلا ايش ورانا، يلا نتفق. قوم البس عبات للعالم والناس، ومساحك الشخصيه عند عامر وبوت. انا الحمد لله شبعت، بقوم اغسل على بال ما تخلص انت. لا زين قومين معت الحين، وشو لا اكمل اكل انا؟ لا اكمل اكل عادي، ما قلت شيء. تقومين تغسلين قبل يعني تتفشلين مع الناس انت، ولا وش تبين؟ صالح لا تكبر المواضيع، انا قلت بروح اغسل على بال ما تخلص انت. انثبري بذالي انا خلص ونقوم جميع. صالح عاد توديني بيت اهلي؟ ايش تبين بيت اهلك؟ هذا انا رايحين لبيته. معليش بنام عندهم اليوم وانت بكره تعال خذني. يا مره اسمعي الحاتي، الحين ليل مو وقت زيارات، مخك بو شيء. صالح تكفى. لا حول قوة إلا بالله، تدرين عاد؟ أنا اللي أبي بيتكم، أبى أشوف وش تحلية معت. يما وع وع، ما أقدر أتحمل أسلوبه مرة زفت بس يهاوش، قسم بالله يا زين عامر عنده. ما عليه بنتي، أنتم توكم متزوجين، أصبري شوي وكل الأمور بتنحل. يما مو وصلة فهم، هو أسلوبه مرة غريب ما يعرف يتعامل، تكفى نخليني عندكم اليوم، ما أبغى أرجع معه. عيب، وش ذا الكلام يا نوف؟ ترى مشاكل أول سنة زواج معروفة وانتو توكم متزوجين. استهدي بالله يا بنتي، قومي اغسلي وجهك وانزلي لزوجك ورجعوا بيتكم، وبعدين كل المشاكل بإذن الله بتنحل. ماري يا عميمتي هذه ميح، ما تعرف شيء أبد. لو بقعد أشري من هالمطاعم لين حضرتها تعرف تطبخ أبدل جنة، هذا غير شوفت النفس والعنطزة. ما عليه يا صالح، ما عليه، اصبر عليها شوي. نوف بنت أخوي من جيل ذا الوقت لا تعرف تطبخ ولا تعرف لسنع. وبعدين بيني وبينك أمها حرمة الرفلة، ما ربتها على السنع من يومها صغيرة، ترى ما علمها الطبخ لنا. ما عليه أصبر عليها شهر شهرين وتمشي معك سيدة. السلام عليكم، وشلونك يا صالح وش أخبارك؟ بخير يا خال، الله يطول لي عمرك. هاي نوف، خذيتي أغراضك اللي تبينها من الغرفة؟ ها؟ إيه الله يوفقكم إن شاء الله. عاد أبيكم كل يوم تقرون أذكاركم، ترى عيون الناس ما ترحم. يلا خذ حرمتك روح للبيت، الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا عمه. مشينا يا نوف. الله يوفقكم وش نقول. الاول بس فن. كفو يا خوي. كفوك الطير. واخرتها بننحق على شاي كفته. يا عيال صالح ما وحشكم؟ لو فقده. دقيقة دقيقة يا شباب، وقفوا اللعب، خلوا كفتة يصبصب الشاهي، لا يقعد يكبكب علينا. وش ذا؟ غسال ذا مو بشاهي. هذا الشاي اللي أعرف أصلحه، ما حد قال لك تزوج أختك لصالح وتحرمنا من الشاي حقه. لا تجيب طاري أختي على لسانك، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا بروح أسوي الشاي يا عيال. من جد يا أخوان، صالح من يوم ما تزوج ما طب ولا عتب الاستراحة نهائية. عاده هو الحين في أهم مرحلة، مرحلة دق الخشوم والعين الحمراء، إذا قدر يعديها زين على زين، أما إذا عطاها وجه ودلعها عز الله بيلقب. تتوقع هو داق خشمها ولا هي مشيته على كيفها؟ ما ندري، إحنا عطيناها التوصيات والباقي عليه. روح الخويات اسمها روحه، بعدين الخويات ما بعد أعرسن، وش تبين بهن؟ الحين أنت ربة منزل، دورت صديقات معلسات ازيلت. صالح لا تعقد الامور، كتبت لهم وقلت لهم اني جايتهم، وبعدين ترى هم نفسهم صديقات اللي كنت اطلع معهم قبل، وابوي دايم يسمح لي. رجعنا لطاري، ابوي يسمح لي وابوي يسمح لي. ابوت على عيني وراسي، بس ابوت ما يدعن حركات هالبنات، هالتحرش والنمنم. بعدين عادي. ارسل البنات الحين بالجروب، الرجل عيا علي. صالح لا تجيب طار صديقاتي بشيء ما يرضيني، ترى هم بنات ناس ونعم. لا لا علمينا الصح من الغلط. علمينا شلون حاتي. أنا أقول اللي أبي وأنت تقولين سم وأبشر يا مرة.
وخر يدك وتعود من الشيطان. متعود من الشيطان قبل اشوف وجهك. علي بالطلاق لو تكرر الموضوع ذا مو بزيلت. جبت طاري طلاق عشان قلت لك بطلع مع اصدقائي؟ لا عشان رفعت الصوت والمراده تقلت الحياه وذهلت معي في ربونت وجادعينت علي انا عارف اسنعت. عاد الحين نوف وصالح قضيت منهم وزوجتهم. الدور على عامر اتهقم من خطب له. قبل تفكرين من تخطبين له خليه يقتنع انه يعقل ويركد ويفكر انه يستقر ويتزوج. اسف الجبناء يزوجون عماتهم اما انا بتزوج عن حب. هلا الحب لهلا عشان القى وحده ترضى فيك. امحق حب خلي الحب ينفعك. ايه هذول اللي تكون على المسلسلات اخر الليل. انا مين؟ انا مين؟ وش فيك يا بنتي بسم الله عليكي؟ انا بنتكم اللي واحده مجبورين عليها. انا اخر عمري يقول لي واحد اهلك تذابينك علي؟ صالح اليوم ما يد علي. انا كنت معززه مكرمه ببيت اهلي. اخرتي يهيني ويهينكم. ما يخاش له ما هو بكفو واللي يمد ايده عليه ولا ابوس اكسرها له. توك تتكلم يبا بعد ما سويت عمتي اللي تبيه. وانا وش دخلني انا؟ وش دخلك؟ انا والله ما عاد ارجع اقعد عنده ولا دقيقه. وهذه باروكته؟ انا اوريك صالح. خلون ساكت بس يا حظكم يا معشر هعزوبيه. اقول هد بس تكفى تونا مغسلين يدينا من عشا زواجك لا تعيش دور الحموله. بكره بيجينا ويعطينا تقارير اسعار الحليب والسكر والرز والجو الفكك ده. قوم صلح شاهي لا تسوي فيها كبير. شاهي حقك ما نستغني عنه. دقيقة يا كفتة احنا عندنا موضوع اكبر من الشاي حقك. صالح تنصحنا بالزواج ولا لا؟ صالح تعال بيك تعال. أنا يوم عطيتك أختي كنت أبيها الولد عمها اللي مستحيل يأذيها ولا يهينها. ليش تطيح وجهي وتقول لها الكلمتين؟ ليش؟ تمد يدك عليها بعد؟ علاقتي بنوف علاقة خاصة بيني أنا وياه. أنت مالك دخل بيناتنا. الحريم يبي لهم معاملة خاصة يبي لهم شكم. أنت ما تستاهل ظفر نوف ظفرها.